السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. هنستكمل مع بعض النهاردة ال GI bleeding، ال gastrointestinal bleeding. المرة اللي فاتت خدنا الهيماتيمسيس وهي vomiting of the blood، النهاردة هناخد الميلينا. ايه بقى هي الميلينا؟ الميلينا دي عبارة عن passage of the digested blood in the stool. لازم يكون digested، لازم الدم يكون مهضوم، لان هو لو مش digested ده هيوديني لحتة تانية وهي ال bleeding بير ايه؟ بير الريكتوم، اللي هي اسمها hematoctasia. طيب يعني ايه بقى، يعني ايه ميلينا؟ قال لي الميلينا هنا هي بتبقى black tar like sticky stool with strong foul odor. يعني هي بتبقى لونها اسود وشبه التار، بتبقى ملزقة ولونها ريحتها offensive، وكمان بتبقى بلك كبيرة في الحجم، واهم حاجة اللي هي ايه؟ اللي هي digested. تمام. برضو لازم تكون جاية من الأبر جاسترو انتستينال ايه تراكت، يعني لازم يكون من فوق، من فوق مستوى اليوسيكال فالف، لأن من تحت كده هنبقى برضو دخلنا في الكون وهيبقى كده هو ايه فريش. فبيقول لي هنا لازم أفرقها عن الهيماتوكتيزيا. ايه بقى الهيماتوكتيزيا؟ ده اللي هو بليدنج بير الريكتم، بيكون بقى فريش بلاد لأن هو ملحقش اللي هو يتهضم، فبيكون فريش بلاد نازل في الاسطول، بيبقى لونه مارون وريد كولر لأن لسه ما اتهضمش ونازل زي ما هو. تمام. والبلاد اوريجين بقى جاي من ايه؟ من اللور جي اي تراكت. تمام. فبرضه قال اللي احنا فيه عندنا في 3 ميكانيزمات لازم يتطبقوا معايا او يتوفروا، لازم الشروط دي تتوفر عشان اقول ان هي ميلينيا. ايه هما بقى الثلاثة دول؟ اول حاجه البليدنج بوينت، نقطه الايه البليد لازم تكون فين؟ لازم تكون فوق مستوى الاليوسيكال، الاليوسيكال فالف. ماشي. لازم تكون فوق مستوى الاليوسيكال فالف. ليه؟ لان من تحت الاليوسيكال فالف هنكون زي ما قلنا دخلنا فين، دخلنا في الكولون، والكولون هنا مفهوش هضم، مفهوش دايجشن، فالبلاد هيبقى فريش زي ما هو وهينزل في الاستول، فدي هتدخلنا نقطه ايه الهيماتوكتيزيا. تاني حاجه ان هو يكون اكتر من 60 سي سي، يعني الحجم بتاعه يكون اكتر من 60. ليه؟ لان هو لو اقل من كده هيبقى اوكلت بلاد. ماشي. هيبقى اوكلت بلاد، ويعني يعني اوكلت بلاد يعني خفي، انا مش هقدر اشوفه اصلا بالعين المجرده. تمام. يبقى يكون اكتر من 60 سي سي. تالت حاجه اللي هو يكون بقى ريتيند اكتر من 6 ساعات، يكون قاعد كده في الباول اكتر من 6 ساعات. ليه؟ لان هو لو اقل من 6 ساعات هتبقى رابت باول، ورابت باول فهتعمل فريش بلاد هينزل على طول، لان هو ما لحقش برده اللي هو ايه يتهضم، فهيبقى نازل ايه فريش. يبقى دي الثلاثه ميكانيزمات اللي لازم تتوفر معايا علشان اقول ان دي ميلينا، ان يكون البليدنج بوينت فوق مستوى الاليوسيكال فالف، والا تحت كده هيبقى ايه؟ هيبقى هيماتوكتيزيا. يكون اكتر من 60 سي سي، لان اقل من كده هيبقى اوكلت بلاد انا مش هقدر اشوفه. ويكون اكتر من 6 ساعات، قعد اكتر من 6 ساعات، لان لو اقل برضو من 6 ساعات هتبقى رابت باول وهيبقى ايه؟ وهيبقى فريش بلاد. تمام. نخش بقى على ايه هي الكوزس بتاعه، الكوزس بتاعه الميلينا. كان دكتور علام بيقول كل حاجة هتعمل الهيماتيمسيس هتعمل ميلينا، كل حاجة بتعمل هيماتيمسيس بتعمل ميلينا، ولكن وليس العكس. يعني ما ينفعش نقول اللي هيعمل ميلينا هيعمل هيماتيمسيس، لا، اللي هيعمل هيماتيمسيس هو اللي هيعمل ميلينا. طيب ايه هي الاسباب؟ اكيد بقى هنا هيقول الاسباب بتاعت الهيماتيمسيس. فاول حاجة في دامج في الابر جي اي تراكت، في تدمير في الابر جي اي، زي ايه؟ زي المالوري في سيندروم او المالوري في ستير، وقلنا دي كانت عبارة عن ايه؟ ده كان الشخص اللي كان بيشرب كحوليات بنسبة كبيرة او شرب مرة واحدة، فجاله 1 اتاك كده او 2 اتاك، اكتر حاجة من السيفر فوميت، كان ترجيع جامد، وهو طالع الفوميت ده راح عمل ايه؟ راح عمل تير في الاسوفجو جاستريك جانكشن. ماشي. وان هي بتبقى ايه جود بروجنوزس، حصل فيها لاسريشن، يبقى اول حاجة اللي هي كان ايه مالوري في ستير. تاني حاجة اكسسيف اسيد برودكشن زي الجرد، عمال يطلع بقى اسيد كتير، راح طالع الجرد وعمل له قرح. تمام. بعد كده البيبتيك السر دايزيز، البيبتيك السر كنا قلنا اشهر حاجة بتعملها هي مين؟ الاسبرين والانسيد. تمام. فالقرح عادي ممكن يحصل لها بليد، والتيومر برضو ديفلوبمنتال كارسينوما بقى، والكانسر للاستومك او الاسوفاجس. بعد كده بقى في سويلنج بلاد فيزل، السويلنج بلاد فيزل اللي هي مين؟ اللي هي الباريسز، كان زي مين؟ زي الاسوفاجيال باريسز، ودي كانت هي اصلا الموست كومن كوز للهيماتيمسيس ان ايجيبت، لكن قلنا الموست كومن كوز للهيماتيمسيس في ان ذا ورلد كان مين؟ كان بيبتيك السر. ماشي. يبقى الفاريسز، والفاريسز دي كان مين اللي بيعملها؟ قلنا كانت بتحصل بالليفر سيروزس، وممكن برضو اللي بيعملها البورتال هايبرتنشن، ودي هو البورتال هايبرتنشن بيعمل فاريسز، والفاريسز ممكن اللي هي عذرا على المقاطعه، احنا وقفنا هنا وقلنا ان ايه البورتال هايبرتنشن كان بيعمل الفاريسز، والفاريسز دي ممكن ترابتشر وتعمل ايه؟ وتعمل بليد. تمام. بعد كده بقى في البلاد ديس اوردرز، اللي هي كانت بقى حاجات ايه جنرال، اللي هي كانت من الحاجات العامه، كان يعني برضو زي فوق في الهيماتيمسيس. وعذرا في الفيديو اللي فات انا قلت ثلاسيميا، الثلاسيميا مش بتعمل بليدنج، دي كانت غلطه مني. المهم زي الامراض اللي كانت ايه هيموفيليا وايه والثرومبوسايتوبينيا. تمام. هيموفيليا اللي هي ايه سيوله الدم والثرومبوسايتوبينيا، وكان برضو معانا مين؟ البربرم. تمام.
دي كانت الكوزس اللي هي كانت بتعمل مين، اللي كانت بتعمل الميلينا. ونفتكر كلمة برضو ان كل اللي بيعمل هيماتيمسيس بيعمل ميلينا وليس العكس. طيب في بقى انتستاينال كوزس، مثل اللي كان زياده الانتستين كوزس زي ايه، بليدنج تايفويد ألسر. طيب ازاي بليدنج تايفويد ألسر؟ هنا جت السالمونيلا تايفي، دي بكتيريا راحت ضربت الانتستين ماشي، وخصوصا مين، وخصوصا الاليا، فعملت فيها ألسريشن، راحت عامله فيها قرحه، والقرحه دي ممكن يحصل لها بليدنج. بعد كده في الريجنال اليايتس والتي بي انترايتس. التي بي هنا بيروح يضرب الانتستين، وخصوصا برضو في مينها، خصوصا الاليا، تمام، فبيروح يعمل فيها انفلاميشن، وبرضه بيروح يعمل لها ألسريشن، فالألسريشن دي ممكن تبليد. وبرضه معانا مين، الكانسر، للكانسر هيد اوف البنكرياس. يبقى دي كده الكوزس بتاعه الميلينا، كل الاسباب اللي كانت معانا في الهيماتيمسيس، بلاد الانتستين، بليدنج تايفويد ألسر، ريجنال الياتس، وي التي بي انترايتس، وكانسر هيد اوف البنكرياس. تمام، هنا بقى دي السيمبتومز العيان ممكن يجي بيها، اللي هو لو ميلد بلاد مثلا، لوس، لو فقد يعني نسبه قليله من الدم، ولا سيريس بلاد لوس، لو هو حاجه فقد يعني نسبه بسيطه، فعادي الحوار مش هيبقى بسيط، هو كده بس يعتمد على مصدر المصدر، مكان يعني البليدنج ده جه منين. تمام، ممكن يبقى هيبقى عنده بقى ابدومينال بين، شويه الم في بطنه، لو مثلا كان عنده قرحه في المعده هي اللي عملت البليدنج ده، تعمل الم، جاسترايتس، الحاجات دي، بينفول سويلنج، ماشي، ان دايجيشن مش هيبقى قادر، اللي هو سوري دي بين في السوالوينج، عنده صعوبه في البلع، مش قادر يبلع مثلا بسبب الجلد او حاجه، ان دايجيشن في صعوبه في الهضم، وفوميتنج ليه البلد برده، ترجيع دم نتيجه بقى ايه، الفاريسس. طيب لو كان بقى سيريس بلاد لوس، لا هنا بقى دي تعتبر ميديكال ايمرجنسي، ودي بقى حاله ايمرجنسي لازم تتدخل فورا ويعوض له الدم اللي هو فقده ده، سواء بقى يعني ادي له اعمل بلاد ترانسفيوجن لو كان دم كتير ويعوض الفلويد، فهنا هيبقى عنده اصلا لو بلاد فوليوم ودخل في انيميا، ممكن يخش مني في ايه، في شوك. تمام، التريتمنت ده يعني مش مهم قوي هنا، لان هو هناخده بعد كده كتير، بس ممكن نقراه. يعني اول حاجه هو بيقول فين بندي بروتون بام انهبيتور، ده اللي كان بيقلل الاسيدك، بيقلل الاتش سي ال، بيقلل افراز الاتش سي ال، فبيقلل الاسيدك، فكده هنعالج ايه، البيبتيك اثر. برده بنخش بالاندوسكوبك ثيرابيز، ماشي، بلاد كواجيليشن والكاسيترز، نعمل تجلطات للدم كاسيترز، وابلاي البريشر عن طريق الليجيشن والكابس، كنا كان بيربط كده الفاريسز، تمام، والانجيوجرافيك امبلايزيشن، سيرجيكال ثيرابي يخش بقى يتدخل جراحي ويربطها، او البلاد ترانسفيوجن نعمله بقى نقل دم لو كان في ايه سيفير بليدنج، كده كده ده هيتشرح تاني يعني بعدين، ماشي. بعد كده في اخر حاجه بقى معانا، هي الديفرنشال، الديفرنشيشن فروم، افرقه عن الدارك ستول. طبعا الميلين احنا اصلا اول كلمه قلناها فيها ان هي كانت ايه، دارك، تمام، فالميلين هي دارك، فلازم افرقها عن الدارك ستول. اول حاجه انجشن للايرن، الحديد كده كده بيعمل لما بينزل فيه الستول بيخليه دارك. بعد كده البزمه السيرابي، البزمه السيرابي ده علاج كنت بستخدمه في علاج الاتش بايلوري، تمام، والبيبتيك ألسر، الاتش بايلوري ايه والبيبتيك ألسر، فلما برضه ياخده هينزل في الستول برضه بيعمل ايه، بيعمل داركنس للستول. تمام، وبعد كده الهيموليتيك انيميا، في الهيموليتيك انيميا دي انيميا ايه، التكسير، بيفضل يكسر في الار بي سيز، فبتخرج ايه، الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بريك داون بقى ده هو اللي بيروح يعمل ايه، الدارك ستول. تمام، يبقى انجشن للايرن والبزمس سيرابي والهيموليتيك ايه انيميا. وفي بقى ديفرنشال للكوزز، كانت زي فوق، كانت زي الهيماتيمسيس اللي هو كنا بنشوف ناخد منه هيستوري، جنرال هيستوري، نعمل فيزيكال اكزامينشن، نشوف الفانكشنز بتاعه الليفر، الفانكشن بتاعه الاستومك، وكنا بنقيس البلاد بريشر برضه عشان نشوف ضغط الدم عنده قد ايه، وهكذا. كده احنا الحمد لله خلصنا مين، خلصنا الميلينا.